المتطوعين. يا هلا استاذ احمد. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ خير والله الحمد. عرفنا لله. كيف مسوي؟ الحمد لله. باسل صالح بعطي متطوع في شباب مكه. شباب مكه؟ نعم. ايش بتسوي؟ خدمه كبار السن والمعاقين اللي يجون من كافه دول العالم نخدمهم احنا طواف وسعي لوجه الله تعالى. انا ما نبغى الا الدعاء منه. شيء جميل الحقيقة، ما في أحلى من كده والله. من أحلى أعمال التطوع أظن أنك تطوف الناس حول الكعبة وفي المسعى. كم ساعة تطوع؟ أنا في عندنا 4 ورديات، كل وردية 6 ساعات. 24 ساعة يعني. 24 ساعة طوال اليوم طول السنة. أوكي. دوامي أنا من 6:30 صباح ل 12:30 الظهر. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم. آمين. ويطرح لكم البركة بإذن الله في وقتكم وجهدكم. آمين يا رب وإياكم الجميع. السلام عليكم. تطلع لك كده بدعوة من حاجة من أندونيسيا ولا من ماليزيا، تطلع من القلب. هذول بيجوا ترى، بيجوا من يعني آلاف الأميال وقلبهم يعني، أو يعني الروحانية اللي فيهم غير إحنا اللي معتادين على الموضوع كل يوم بنزور. سبحان الله القلب يعتاد. دول جايين أول مرة يشوفوا الحرم، أول مرة يشوفوا الكعبة، ويمكن آخر مرة، يعني يمكن لن يأتي مرة أخرى. فهذه المشاعر وهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لما واحد يتطوع ويخدمهم يحصل على دعوة، يعني شيء عجيب. الحمد لله، الله يبلغنا. فجزاهم الله خير شباب مكة والله من جد. بالمناسبة يعني على موضوع التطوع، إفطار الصائمين يمكن هذه أطول مائدة في العالم. 500,000 تمرة منزوعة النوى داخل الحرم، ونص مليون تمرة خارج الحرم. كثير من الناس اللي بيشتغلوا بيخدموا من المتطوعين، بيجوا بس علشان يبغوا يفطروا صائمين في الحرم، يريدوا الأجر ويجدوا متعة واعتزاز بهذه الخدمة اللي يقدموها للزائرين.